هاي يا حلوين، فيديو النهاردة هيكون فيديو عن ميك اب شي ان هجربه معاكم. انا كنت عملت فيديو مشتريات شي ان ملهاش علاقة باللبس ولا اي حاجة، كنت جايبة اورجنايزرز وكنت جايبة ميك اب وحاجات كده، هتلاقوا فيها الحاجات اللي انا اشتريتها. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس. بس النهاردة عايزة اجرب الحاجة معاكم، نعمل بيها ميك اب لوك ونجربها واقول لكم رأيي فيها. فبليز قبل ما نبدا الفيديو اعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن او كل فيديو جديد هنزله. كمان سيبوا لي كومنت برايكم وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجايه، عايزين اعمل عن ايه، ايه الافكار اللي عندكم ممكن اعملها، وايه كمان تقولوا لي رايكم في الفيديو ده. لو عايزين تعرفوا ايه الميك اب اللي انا جربته من شي ان بليز كيب واتشينج. اول حاجه هتكلم عنها هي الميك اب نفسه بتاع شي ان، اللي هو البراند اللي اسمه شي جلام. هو عنده براند اسمه شي جلام، ده البراند بتاع شي ان نفسه، وفي كمان بيبيع براندات تانية بتبقى صيني زي اللي هي الاوتو او وزي فوكالير وزي بوداي، وفي حاجات كتير يعني عنده، في اسامي برضو تانية كده مش عارفة اسمها يعني، بس هو كل الميك اب عنده بيبقى صيني. والميك اب براند، مش ميك اب تقليد، او مش هدى بيوتي تقليد، او مش ميبلين تقليد او الكلام ده، لا هو براند بس باسامي مختلفة او اسامي جديدة علينا يعني. بس انا هجرب النهاردة او هفوكس يعني النهاردة على البراند اللي هو اسمه شي جلام، اللي هو بتاع شي ان نفسه. انا جبت منه، جربت كام حاجه من البراند ده وبصراحه حلوين جدا. كل الحاجات اللي جربتها لغايه دلوقتي حلوه جدا، وكمان جربت منهم حاجات تانية زي اوتو او، وجربت ماركات تانية هجربها معاكم برضو في الفيديو، هحطها في الفيديو ونعمل بيها الميك اب لوك. وباقي الحاجات بقى اللي هي مش عندي يعني زي الفاونديشن زي الكونسيلر والكلام ده، لا الكونسيلر كمان من اوتو او هنجربه سوا دلوقتي. الحاجات يعني هحطها من عندي هوريكم برضو هي ايه، بس هتبقى ايسنس كيكو مش عارف ايه كده يعني، انها مش حاجه صيني. هقول لكم برضو رايي فيها كلها، الحاجات اللي هي من شي جلام والحاجات اللي من البراندات التانية الصيني. بس من غير رغي كتير خليني اوريكم الحاجات اللي عندي، اللي هي عندي البالت دي اللي اسمها شي جلام ديزرت باليت تقريبا، اسمها كده، اسمها ديزرت باليت. درجاتها حلوه قوي، فيها مرايه من جوه عامله زي الباليتس بتوع كلر بوب، حلوة قوي ألوانها، حلوة قوي كلها على روز وعلى موف فاتح، وألوانها ناعمة وحلوة يعني، ممكن تستخدميها لكل يوم، ممكن تعملي بيها كمان لوك يكون قوي يعني. وكمان الباليت الفظيعة دي اللي اسمها ارتستري باليت من شي جلام برضو، كنت وريتهالكوا في الفيديو التاني، بس دي بقى مفيهاش مراية، وللاسف لون منهم جالي مكسور، اللون ده جاي لي مكسور، مع ان هما اصلا لما بعتوها لي بصراحه كانت متغلفه كويس جدا يعني، بس للاسف في لون برضو جه مكسور. اللون ده جليتر تماما، الباقي الوان فيه شيمر وفي مات، فبرضو الوانها حلوه جدا. هستخدم واحده منهم النهارده، ولو حابين ان انتوا اعمل ميك اب لوك بالباليت التانيه اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هعمله ان شاء الله. وكمان الحاجة الفظيعة بصراحة اللي انا جربتها وقربت اخلصها اصلا هو الاي برو بنسل ده من شي جلام برضو، اسمه سكيني برو بنسل. الدرجة اللي معايا دي كان اسمها جراي، بيجي من ناحية فيه سبولي كده عشان تسرحي الشعر الحواجب، وبيجي من ناحية القلم نفسه رفيع جدا سهل انك ترسمي بيه. بصوا ما عادش منه ده الحبة دول، قلت لازم قلت مش هخلصه، هسيبهم كده لغاية لما اعمل الفيديو وبعدين استخدمه، لاني كنت عايزة اعمل الفيديو ده من زمان جدا، وكل مرة بيحصل حاجة تعطلني وبعمل حاجة تانية، وبعدين لقيت القلم هيخلص خلاص، قلت لا ده هسيبه بقى على جنب لغاية ما اصور الفيديو، مش هرميه لما اصور الفيديو يعني. بس هو بصراحة قلم حلو جدا يعني، انا مش عاملة حواجبي دلوقتي، هعملها معاكم. اللون حلو والقلم نفسه بيرسم بسهولة وسهل في الرسم، بس هو للاسف مش ثابت يعني، لو عملتي كده هتلاقيه بيطلع. حاجه هستخدمها هي البلاشر الكريمي ده من اوتو او، ده موجود على شي ان، ماركه اوتو او موجوده على شي ان، وبرده هتلاقوها في حتت تانية كتير يعني، وهتلاقوها على نون وهتلاقوها في حتت تانية كتير، وبتتباع اونلاين وفي كل حته يعني. الدرجه اللي معايا دي 05، هاخد كده نقطه على ايدي، هي درجه على بيتشي كده شويه، نقطة صغنونة كده
وحطها بالفرشة. بصوا النقطة الصغيرة دي عملت ايه. اوه اولها كده. بعومة لسه هحط فاونديشن وبتاع، فهيروح شوية من اللون الفظيع اللي طلع ده، بس عموما هو قوي وبيجمنتد وثابت جدا. بهدلنا الدنيا من اولها كده. في شوية شيمر كده ذهبي، مش عارفة ملاحظين ولا لأ، بس من قريب بتبقى باينة. شوية شيمر مش جليتر، هما خفاف جدا، بيخلوا بيدوا الوش لمعة حلوة. يعني ممكن ما تحطيش هايلايتر الصبح اصلا وتكتفي بيه يعني، بس طبعا كمية لازم تبقى اقل من كده. لميت شعري بس عشان احط الميك اب اسهل، بدل الشعر ما يقعد يضايقني. هحط البرايمر ده من كيكو. انا الحاجات بقى اللي هي هتبقى في النص كده ملهاش علاقة بالفيديو، يعني ماركات مختلفة، هحاول ان انا اجريه علشان الفيديو ما يبقاش طويل. يعني خلاص حطيت الفاونديشن، حطيت فاونديشن ميلاني. انت ممكن تحطي اي فاونديشن عندك، بس انا للاسف مش عندي فاونديشن من شي ان يعني او من شي جلام، بس عندي الكونسيلر ده من اوتو او. ماسكاه بالغلط. عندي الكونسيلر ده من اوتو او. الكونسيلر ده الصراحه انا استخدمته كم مره كده يعني، بس ما يعني هو حلو عادي يعني، بس اللي هو مش واو اجيبه تاني يعني وكده. الدرجه اللي معايا دي درجه 03، المفروض ان هو هاي كفرج ليكويد كونسيلر، مكتوب عليه هاي كفرج ليكويد كونسيلر. الكميه بتاعته 5.5 جرام. الابليكيتور بتاعته تخينه كده، عامله زي بتاع التارت شيب تيب. انا ما حطيتش حوالين عينيا فاونديشن او حطيت اي كوريكتور او اي حاجه عشان نشوف التغطيه بتاعته هل هو فعلا هاي كفرج ولا لا. فهحطه والدرجه بتاعته على اصفر. درجته حلوه بصراحه يعني، من غير ميك اب من غير حاجه انا بحب احطه لوحده، بيدي درجه، بيدي لون حلو جدا ولونه لوحده حلو. لما انا استخدمته، انا استخدمته قلت لكم كذا مره قبل كده، لما استخدمته حسيت ان هو ما ينفعش ان انت من الكونسيلرز اللي هي تحطيها وتفضلي سايباها شوية علشان تديلك كفر اعلى وكده وبعدين تدمجي، لأ لازم تدمجي على طول مرة واحدة. فحاسة ان هو بينشف بسرعة يعني، زي ما انتوا شايفين كده الكفرج بتاعه فظيع. بقيت منظر عينيا مخيف. بصوا ده شكل الكونسيلر بعد ما خلصت، انا لسه ما ثبت. لاحظوا ان هو ابتدى يخطط، هو بيخطط بسرعه جدا يعني. بصوا فوق جفني عمل ازاي على طول، يعني عايز ان انت على طول تدمجي وتروحي مثبتاه على طول، ما تستنيش عليه. كمان انا استخدمته مرتين ثلاثة قبل كده زي ما قلت لكم، فلما بتقعدي بيه فتره طويله بيخلي تحت العين شكله بيكسر تحت العين، يعني لو انت تحت عينك جاف فهيبقى شكله مش حلو خالص. فيستحسن لو انت تحت عينك جاف ما تستخدمهوش، لان بحس ان هو بيجفف تحت العين. هدمج بقى تاني كل حاجه واتاكد ان كل حاجه مدموجه عشان ما يبقاش اثبته على ان هو متخطط كده، واثبت كل حاجه بالكومباكت باودر دي من فلورمر. الدرجه اللي معايا دي رقم 90، شويه على روز، فهثبت الباودر وارجع لكم تاني. خلاص كده ثبتت الباودر، وكمان حطيت برونزر. حطيت البرونزر ده من تارت اللي هو امازونيان كلي ووتر بروف. هنعمل الحواجب بقى دلوقتي، اهم مرحله، هسرحهم واعملهم. بصوا الدرجة دي حلوة جدا، تقريبا لون حواجبي بالظبط. بصوا انا طلعت فوق حواجبي شوية، بس نفس لون حواجبي يعني. انا بعد كده لما هاجي اجيب ممكن اجيب اي درجة لونها جراي تبقى حلوة على حواجبي، يعني هعرف ان اللون الجراي ده بعد كده هو ده لون حواجبي. عالم سهل جدا وطري، مش محتاج ان انتي يعني تضغطي عليه علشان اللون يطلع ولا اي حاجة، هو لوحده كده بيرسم. فحلو جدا، وفي نفس الوقت مش طري لدرجة اللي هي درجة للضايق يعني ان هو بيتكسر او كده، لا خالص. ده الفرق بين الحاجب اللي اتعمل والحاجب اللي ما اتعملش يعني، بس بيدي دايمنشن كده وشكل حلو للحواجب. ممكن ازود هنا شوية
بس عيب القلم بقى ده الوحيد ان هو بيخلص بسرعة، وعيب الاقلام دي كلها عموما يعني ان هي بتخلص بسرعة. بس لو انا كنت عارف ان هو كان حلو قوي كده يعني كنت الصراحة طلبت منه كذا واحد. غالبا خلاص هيخلص بعد الفيديو ده. نيجي بقى للعين، وبصراحة انا عايزة استخدم البالت دي قوي، معرفش عجباني الوانها. اللون ده فظيع على فكرة، بصوا عامل ازاي، بصوا البيجمنت عامله ازاي، فظيع. مش محتاجه ان انت بقى ايه تروحي تشتري باليتس غاليه بقى وتدفعي فلوس في باليتس فظيعه وكده، بس فظاع فظاع. بس انا هعمل لكم سواتش، لازم تشوفوا حلاوتهم. بصوا اللون، بصوا اللون ده اصلا بيعمل شيفت على ذهبي كده فظيع رهيب. انا عايزه استخدم ده النهارده، بس انا لابسه بينك وبيتهيألي ده هيليق اكتر، وفي نفس الوقت حطيت البلاشر على اورنج، فما عنديش بلاشر بينك خالص من اوتو او او اي براند صيني الصراحة. وبصوا الباليت دي برضو، اللون ده رهيب، برضو اللون ده فظيع، ده عايز ميك اب لوك لوحده. استخدم الالوان دي واستخدم الاخضر، نعمل ايه؟ استنوا اعمل لكم سواتش برضو من الالوان دي، بس انضف ايدي الاول من الالوان اللي فاتت عشان ما يدخلوش على بعض. اللون الموف ده اللي بقول لكم عليه، بصوا عامل ازاي، بطريقه حلوه قوي على الايد وعلى العين، ومش محتاجه لون مات، مش محتاجه فيكسنج سبراي ولا حاجه. بصوا اللون المات طالع عامل ازاي، كمان اللون اللي اتكسر مني ده طالع عامل ازاي. هو اورنج الصراحه اللون مش عاجبني قوي، عشان كده ما زعلتش قوي ان هو اتكسر يعني، والا كنت هكلمهم اقول لهم ان هو اتكسر ويرجعوا لي الحاجه يعني. ممكن نعمل بقى السواتش هنا، اللون ده خطير على فكره، في شيفت كده على ازرق بيبقى في الانر كورنر هنا حلو قوي. بس اللون التاني ده عامل زي النحاسي جولد غريب كده، ومش عاجبني قوي الصراحة يعني، ما اعتقدش ان انا ممكن احطه يعني، فعشان كده ما زعلتش قوي الصراحة. طيب اول حاجة هستخدمها هي اللون ده اسمه كامل، هحطه في الكريس وهحطه في تحت العين كمان. اللون بتعمل فول اوت او فيها فول اوت، بس عادي يعني ده بيبقى موجود في كل الباليتس. بصوا اللون، واو حلو جدا. وبعدين هاخد اللون اللي اسمه كازابلانكا ده واحطه هنا في الاوتر في وشوية لنص العين، يعني مش هدخل بيه لغاية جوه خالص، بس عشان اغمق شوية الكريس. بقى بالفلافي براش من الناحية التانية عشان الادجز دي تروح. هاخد بقى اللون اللي اسمه دير على فلات براش واشوف هيطلع اللون حلو ولا هيحتاج ان انا اخدها بايدي او احط فيكسنج سبراي على الفرشة. هشوف الاول، لا والله طلع حلو من اول مرة، بس اكيد بالفيكسنج سبراي هيبقى اقوى. خلينا نحط خلونا نجرب بقى بالفيكسنج سبراي في العين التانية. بقى الفرشة واحط من اللون وبعدين ارش بالفيكسنج سبراي. اي سبراي عندك حتى لو مية ورد، انا رشيت على الحيطة تقريبا. هنشوف الافكت هيبقى عامل ازاي. هبصوا هنا، هنا طلع اقوى بكتير، هنا بيلمع ازاي عن العين دي، شايفين الفرق؟ اختلاف رهيب بين العين دي والعين دي. هرجع بقى باللون الغامق اللي هو اللي اسمه كاسابلانكا واحطه في
يعني احاول بس ان انا ايه ادمج بس الاطراف مع بعض عشان اللون ما يبقاش جاي واقف كده في الاخر. ممكن اضيف لون من البلد دي بما اننا ما استخدمناهاش خالص، ممكن احط اللون ده في النص كده اللي هو يدي بس لمعة في النص او يدي ينور بس نص العين كده. ممكن اخده بصباعي حتى واجرب. الدرجة دي البلد دي مش مكتوب فيها اسامي على فكرة، فمش عارف اقول لكم الدرجة ايه. انا خدت اللون اللي هو ده من البلد دي، اللون ده مش مكتوب عليه اسم ولا من ورا مكتوب عليهم اسم. اه حلو فعلا، بصوا ادى بس الضي كده في النص. هاخد نفس الشيب دي واحطها في الانر كورنر كهايلايتر لمدمع العين يعني عشان ينورها شوية، وهجرب احطها تحت الحجاب. لو منفعش هاخد الهايلايتر بتاعي واعمل بيه. هي حلوة بس نقط الشمر اللي فيها مش شمر، هي جليتر شوية، ف يعني باين ان في نقط حبيبات كده. فلو انتم ما بتحبوش المنظر ده وبتحبوا الهايلايتر يبقى مش جليتر، حبوه ناعم يعني، مش هتعجبكم لان هي بصوا جليتر، عبارة عن جليتر. بس انا بالنسبة لي عادي كده اكون خلصت العين. وكمان حابه اوريكم حاجه اللي هي الاي شادو جليتر ده اللي هو اسمه فلير، تقريبا ماركه اسمها بيني ري او حاجه كده، يعني الماركه اسم الماركه غريب قوي نطقها عامل ازاي، بس هي شكلها كده فيها كذا درجه الوان مختلفه. يعني انا عندي السيلفر ده الدرجه دي 2، درجه عامله ازاي، هو عباره عن جليتر تماما. بص عامل ازاي، حلو جدا برضو في الافراح وكده، وكميته مش كبيره فمش هتبقي بتدفعي فلوس كتير يعني، وانتي حاجه هتستخدميها مره او مرتين يعني، انتي مش ميك اب ارتست عشان كل يوم تحطي جليتر وكده. وعندي الدرجه التانيه دي رقم 5، حلوه قوي برضو الدرجه دي، حلوه ممكن تستخدميها ك ممكن نجربها برضو، ممكن احطها هنا في النص مثلا تدي شكل حلو للعين. مش لايقه مع اللوك اللي انا عاملاه يعني، فكويس ان هي ايه مش باينه قوي يعني، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس مديها لمعه حلوه. لون غامق بس الفضي هيبقى باين اكتر، بس للاسف مش هيليق معايا خالص لان انا حاطه حاجات على ذهبي، ف كفايه كده بقى لعب. بس برضو دي من الحاجات الحلوه قوي على فكره، وسعرها مش غالي خالص، الواحده كانت ب50 جنيه يعني، فاللي هو حلو جدا يعني. اروح بقى اكمل بقيه الميك اب، احط الماسكارا والايلاينر وبقيه الحاجه، ارجع لكم في الفاينل لوك. بس كده حلوين، ده بيكون الشكل النهائي لللوك. يا رب يكون اللوك عجبك. ممكن تحطي له رموش، الرموش اللي هي بتبقى قصيره من قدام وطويله من ورا برضو مع الوينج لاينر هتدي شكل حلو للرموش. بس انا ايدي بقت فظيعه، بس انا حابه شكله كده بالماسكارا. بس كمان حطيت الروج اللي هو اسمه كلر ريتش مات من بورجوا رقمه 604، ده شكله من جوه، هو مات بس كريمي يعني مش بينشف الشفايف خالص. وحطيت عليه الليب جلوس ده من فينتي بيوتي اللي هو اسمه جلوس بوم روبي ميلك، دي الدرجة بتاعته. كمان حطيت البلاشر الدرجة دي خدتها من العلبة بالفرشة اللي هي بتبقى عاملة كده، من حلوة قوي زي ما انتم شايفين، وماشي مع اللوك شوية علشان ماخدش اللون من بلد تاني، هو يبقى نفس اللون اللي انا عملته في الكريس فيبقى ماتشنج مع بعضه يعني. بالنسبة لرأيي في الحاجة، بصراحة الحاجة كلها حلوة، سواء البلاشر الكريمي ده انا بموت فيه اصلا، ده من مفضلاتي بتاعت السنة دي يعني. والكونسيلر بصراحة مش احلى حاجة في الدنيا قلتلكوا، خصوصا ان انت ما بتقعدي بيه طول اليوم وتيجي على اخر اليوم كده تلاقيه كسر تحت العين وشوية بحسه منشف تحت العين، ممكن عشان هو فول كفر، بحس ان في حاجات تانية احلى منه. بس كتجربة لا
لأ مش وحش يعني، هستخدمه لغاية ما اخلصه كده، بس ممكن ما اجيبش منه تانية. الباليتس بصراحة بقى وهمية وهمية بجد تحفة. الباليت دي رهيبة، الوانها تحفة زي ما قلتلكو. هحاول برضو اعمل لها سواتشز لكل الالوان واحط لكم السواتشز على السكرين. الباليت دي برضو جميلة جدا، البيجمنت بتاعها حلوة جدا. الحاجات دي سعرها مش غالي خالص بالنسبة للكواليتي بتاعتها. كمان القلم ده من شي جلام، غير اكتشاف بصراحة، بدل ما اروح اجيب بتوع نيكس بيبقوا سعرهم تقريبا ضعف سعر ده، فده زيه بالظبط وبيعمل نفس الحاجة، بس هو شوية مش ثابت، بس مش مشكلة يعني. النوع اللي هو مش يعني مش بدعك في عيني او ان انا بقعد امسح في وشي او هعمل كده او اعمل كده طول ما انا برا، يعني مش بلعب في وشي خالص، خصوصا كمان في الايام اللي احنا فيها دي، يعني مش باجي جنب وشي خالص وانا برا البيت يعني، فالحاجة بتفضل ثابتة في مكانها يعني. غير كده هو حلو جدا، الدرجة بتاعته بيرفكت عليا، الدرجة حلوة جدا. من الحاجات اللي انا هجيب منها على طول يعني، كل ما اطلب اوردر من شي ان هجيب حاجة. اللي هم الكليتر دول حلوين قوي، انت رايحة حفلة او سهرة او فرح مش هتبقي محتاجة ان انت تروحي تشتري حاجة هاي اند مخصوص تكون سعرها غالي وكميتها كبيرة قوي، انت مش ميك اب ارتست يعني عشان تستخدميها على طول او تستخدميها على كاستمرز وكده، فانت عايزة حاجة تكون صغنونة، هي مش مكتوب عليها الكمية بتاعتها، بس لا مش مكتوب ولا اي حاجة خالص، لا كمية ولا اي حاجة، مكتوب بس الدرجة بس. هي حلوة جدا للاستخدام الشخصي يعني، ممكن تحطيها في اول العين، تدي برضو للعين شكل حلو قوي، وممكن ان انت تستخدميها تحت خط الرموش برضو هتبقى حلوة. ممكن انت تعملي بيها اللي هو الايلاينر لما بيبقى اسود وبيعملوا دبل وينج. بالنسبة للحاجات تجيبوها منين وكده، هسيب لكم لينكات الحاجات تحت في الديسكريبشن بوكس بتاع شي ان، هتضغطوا بس على اللينك هيحولكم على شي ان تقدروا تطلبوا منه. لو انتوا مش حابين ان انتوا تدفعوا جمارك على الحاجة وتبقوا متأكدين مش عارفين يعني الجمارك هتبقى كام وكده، فهسيب لكم لينك الجروب بتاعي تحت على الفيسبوك. حاجات من ميك اب شي ان موجودة برضو على الجروب، فهسيب لكم لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن بوكس، وهسيب لكم كمان لينك الانستجرام بتاعي لو حد عايز اسأل على اي حاجة برضو هيبقى موجود في الديسكريبشن بوك. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكون استفدتوا واستمتعتوا بيه، واشوفكم في فيديوهات جاية تانية ان شاء الله. باي باي.